بحكي الانجليزي يا تامر يا نتواجد الآن في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، هذه المنطقة التي دائما تسقط بها الإنزالات والمساعدات الغذائية الجوية للأهالي، حيث ينتظر هنا المئات من الأهالي في المناطق الشمالية من قطاع غزة أن يتم إسقاط هذه المساعدات، حيث باتت مصدر رزقهم وقوتهم اليوم في ظل تعطل العجلة التجارية نتيجة العدوان والحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة. هذه جولة سريعة بين هؤلاء الذين ينتظرون هذه الإنزالات لنرصد لكم ظروفهم اليومية والمعيشية. انت يوميا تيجي؟ احنا هان دائما بنيجي يوميا، ناتي من الساعة 6:30 صباحا، ناتي الى ذلك المساعدات التي تاتينا من الاخوة من الامارات ومن مصر ومن بعض الدول ومن الامريكان، لكن هناك ياتي كثير من الناس للحصول على ذلك المساعدات، فهي تاتي من الطيران الجوي، لان حال الناس صعب عندنا اليوم، يعني تشوف كل هالناس اللي بتيجي هذه كلها عاطلة عن العمل، فبقول لك أنا بذهب إلى ذلك الطيران أجيب قوت يوم أولادي وأعيش على ذلك الأمر، فيش شغل فيش عمل ولا في شيء، هو بيجي للطيران عشان يحصل على الأكل اللي يأتي من الطيران، يعني أنت شوف وفي كثير من الناس يعني تقول كمية الشمال كلها تأتي إلى هنا يوميا، الدوام هنا يأتوا إلى هنا ليأخذ هذه، لكن نحن نطالب الدول الأخرى بالمزيد، قليل الفئة اللي هي تحصل على إيش؟ على المساعدات، لأنه كمية الناس التي تأتي ضخمة، يعني كمية الشمال اللي ضايلين بالشمال كثيرين، وبيجوا كلهم عوين على هنا، قليل بحصل منهم وقليل لا يحصل، والتاني بيستنى الطيران اللي بعده لعله إيش؟ لعله يجي، لكن الطيران لا يأتي باستمرار، يعني عندك طيران اللي هو بيجي يوم مرة واحدة الصبح بيجيش تاني غيره، يعني هاي اليوم اجى بس كثافة احنا نطالب يعني الدول تأتي يوميا، هذه صارت مصدر دخلكم، هذه فيش يعني وين بدهم يروحوا، فيش لا شغل ولا عمل ولا فيش مع الناس مصاري، يعني في السوق اذا في السوق في بضاعة يعني كلها رخيصة يعني كلها عادية، لكن الناس فيش معاها سيولة، انت بتحكي على وضع 7 شهور، يعني اللي كان معاه مصاري خلصن، اللي له مصاري في البنك مش قادر يطولهن، اللي له حوالي من برا من اخوه من اهله من هذا مش قادر يحصل على ايش عهار، صار يجي للمساعدات عشان ايش؟ عشان يجيب هذه المساعدات ويأكلهن، يعني يتجمع كما نشاهد هنا المواطنون من أجل يعني الحصول على هذه الإنزالات الجوية. يعطيك العافية. الله يعافيك أهلين. احكي لنا عن سبب تواجدكم هنا. والله احنا بالنسبة لنا يعني جميع الشباب اللي انت شايفهم وفي منهم اختيارية كمان، ومعظم الشمال على مستوى من بيت حنون حتى جحر الديك كلهم يتجمعوا على ساحل غزة من أجل أنه لما بتنزل المظلة الكل يأخذ له كرتونة التمر كرتونة معلبات يستر بيته، وإحنا هلقيت حاليا يعني أغلب منطقة الشمال عايشة على قصة المظلات هذه اللي بتنزل من الجو المساعدات الغذائية، ونحن بنشكر كل من ساهم في جياب المساعدات على قطاع غزة بشكل عام. طب في ظل يعني تعطلكم عن العمل هذه صارت مصدر رزق والله هذا بالنسبة احنا بالنسبة لنا ما فيش عمل، ما انت شايف لا في مصانع يشغلوا الناس ولا في مقاولين يشغلوا عمار غزة ولا في شيء، صارت هاي مصدر رزق للبيوت، يعني اليوم انا بلا مخذ هذا الطفل لما بيجي من اجل ياخذ علبة فول او علبة حمص هذا معرض حياته للخطر، عشان تكون في الصورة عندما ينزل المشطاح من الجو هذا بكون تحته ممكن يصاب منه ممكن يموت منه، عدة شهداء من اجل المظلات هذا فقدوا استشهدوا. ايش مطالبكم؟ احنا نسال الله العرش العظيم انه احنا ان شاء الله انه يرفع الحرب عنا ونرجع طبيعيين زي اول ونتكاثف مع بعض، واحنا بنطلب من اخواننا في الدول العربيه انه يقفوا مع الشعب الفلسطيني، مش طالبين منهم لا يحرروا القدس ولا يحررونا، بل
يقفوا معانا وقفة رجل، وقفة رجل يقف كل الدول العربية تقف وقفة رجل، ولكن مع الأسف الشديد نحن نناشد الدول العربية تقف مع الشعب الفلسطيني، وكنا بنقول لهم اوعوا تقفوا معانا. الله يفرجها. رغم ارتقاء العديد من الشهداء نتيجة الإنزلات الجوية الخاطئة، إلا أن الأهالي يصرون على هذه الإنزلات الجوية، وهناك العديد من الأطفال الذين ينتظرون مصدرا غذائيا لهم نتيجة صعوبة الظروف الغذائية والمعيشية في المناطق الشمالية من قطاع غزة. نحاول هنا أن نتحدث مع أحد الأطفال. يعطيك العافية. الله يعافيك. احكي لي عن سبب تواجدك في المنطقة هذه. والله احنا جينا اليوم عشان نقص في الغداء والأكل، احنا ندبر قوت أكلنا لأهالينا عشان بقدروا يشيدوا، والأكل على الفاضي، وهنا ليش ما اجى والتمر زهقناه من كتر ما رمونا إياه. ايش بتروح؟ ايش اغلب الايام ايش بتروح؟ والله مرات بنروح فاضيين، ومرات بنروح الله برزقنا اياه. زي ايش؟ تمر، معلبات، ايش ما اجى. طب هذه لو انت جبت بتاكله يعني؟ لو ما جبتيش؟ والله تسهيل، لو ما جبناش بناكلش، بنضلنا جعانين. هذه يعني الوجبه الاساسيه صارت في بيتكم؟ اه، لو لهم بناكلش، لما يجي الطيار بناكل. ايش بتطلب؟ احكي لنا. يزيدوا رمي، يزيدوا الرمي ويعبروا عبر الشاحنات والمساعدات. والله كلامه جدع. والله يوقفوا الحرب ويدخلوا المساعدات الزياده الكافيه لازمه للناس. هذا الاطفال بات والده يعتمد عليه في توفير قوت يومه من هذه الانزالات الجويه. حتى هذه اللحظه لم يتم انزال اي انزالات جويه في هذا المكان. كالمعتاد دائما تسقط هذه الإنزالات في مثل هذا الوقت، وبالتحديد في غرب مدينة غزة أو شمال غرب مدينة غزة، هنا كما تشاهدون في منطقة السودانية القريبة جدا من البحر. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا سيدي. ظروف كل يومية. والله ظروفنا اليومية كله، إحنا هنا قاعدين يوميا بنموت، يوميا بنموت 100 موتة. أول إشي بنستنى المساعدات، يعني بنيجي من البلد بنستنى المساعدات من الطيارات، برمولنا تمر كويس، التمر مش عاطل، التمر احنا بنقولش عاطل التمر، لكن احنا اللي بدهم يساعدونا وبنزلنا المساعدات. يا عم احنا بس هو بس تمر بدنا ناكل. احنا في عنا اولاد صغار، ولا عندنا اواعي، ولا عندنا الله يعزكم صنادل، ولا عندنا شباشب، ولا عندنا طواقي، ولا عندنا بلايز، ولا عندنا اكل زي الخلق. يعني ما فيش لا بنزين ولا سولار ولا غاز ولا ايتها مشتقات الحياه. وبنطالب من الله اول شيء ثم الناس المسائل يشدوا معانا في توقيف الحرب. احنا الحرب كتلتنا كل يوم، كل يوم بنموت يا عمي، كل يوم بنموت من شان الله وقف الحرب عنا. احنا كل يوم بنموت، بنبقى قاعدين هاد نستنى في المساعده، تقصف الاف 16، يا اما بتقتل ناس من الماضي، يا اما المظلات بتقع على الناس، يا اما يعني قاعدين بنموت يوميا بنموت. فاحنا بنتمنى من الله الناس يعني اللي بتشوف الكلام اللي بنحكيه ينزلوا لنا مساعدات كويس، بس برضه المساعدات بنزلوا مش تمر، كله تمر بنزلوا لنا، والوجبات الامريكي اللي بتنزلها لنا بنزلوا لنا. الظروف فيك وكله مش عارف هالشو، يعني ما فيش اكل مفيد لنا فيه، مش اكل مناسب، هذا مش غذاء مناسب، ولا غذاء مناسب، ولا حاجه مناسبه اصلا فيه اللي بنزلوا الامريكان لنا. اول شيء احنا بنشكر كل واحد بنزلنا، والله لو ايش ما ينزل شكرا لكم. بنشكر تحسن الظروف الغذائيه. بس طبعا تحسن، احنا بنقولش لك ما تحسنش، يعني احنا تحسن. اليوم روح على السوق بتلاقي الطحين موجود، لكن فيش معنا مصاري. يعني انا 7 أشهر والشهر الثامن انا ابو عيال 10 انفار، ما دخلش علي شيكل. حتى لو كيس الطحين ب2 شيكل ب10 شيكل، وفيش معي الاثنين شيكل، ما فيش فايده. لكن انا بستنى المظلات تنزل، حتى لو علبه الحمص بشيكل باخذها ببلاش. لكن بعد معاناه والناس بتعاني. اطفال، تفضل اطفال صغار كلهم بيجوا عشان علبه الحمص، عشان لكن ما فيش بديل، لازم نجي هان ونستنى. ونطلب من كل المسائل يوقفوا الحرب عنا، يسعونا بتوقيف الحرب. باتت يعني الأزمة السيولة في المناطق الشمالية من قطاع غزة تؤرق جميع المواطنين في ظل تعطلهم عن العمل، رغم أن هذه الإنزالات الجوية هي عبارة عن بعض المعلبات والتمور، لكن يضطر الأهالي إلى التقاطها، حيث باتت هي وجبتهم اليومية. يطالبون هنا بإنهاء هذه الحرب الإسرائيلية وتوفير السيولة النقدية وعودة العجلة التجارية وعمل البنوك في المناطق الشمالية المحاصرة من قطاع غزة، حتى يتم يعني لحلحة هذه الأزمة الغذائية والمعيشية المستمرة. الله يعطيك العافية. يعني احكي لنا عن سبب تواجدك في هذه المنطقة. طبعا احنا هنا يوميا
بنداوم هان يوميا للانزال الجوي طبعا لكي نقوط يومنا لقوط يومنا يوميا ناتي هنا من الساعه 6 صباحا حتى غروب الشمس لكي نعول اسرتنا. طبعا انت هنا عندنا مجاعه رسمي بشكل غير طبيعي. المجاعه في شمال قطاع غزه لا زالت ومستمره رغم الدعم المتواصل موجود حاليا. صحيح موجود مواد غذائيه في الشمال وموجود، لكن اليوم الماديه لها دور في هيك امور. طبعا انا متكفي يعني في يوميتي اني اجي هان اخذ قوت يومي واذهب الى البيت، لكن اذا ما جبتش لا يوجد مال معي. ماديا صعب، لا عمل. طبعا غزه دائما اقتصاديا مدمره. طيب حاليا انت هل المساعدات كافيه؟ هي لا 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 تكون كافيه لحتى الان، لانه عندنا احنا نعتمد يومين يوم بعد يوم. الطيران الانزال يعني يوم بعد يوم، ولا يكفي للموجودين. الموجود تقريبا يعني 80% من الشمال ياتون هنا، موظف عامل غيره، كل من يوجد في الشمال يتواجد في هذه المنطقة لكي يحصل على قوت يومه. هذه المساعدات غير كافية يطالب هنا الأهالي بأن يتم تكثيف المساعدات الغذائية وألا تكون فقط عبر الإنزالات الجوية الخطيرة التي تهدد حياتهم. معظم الأهالي المتعطلين عن العمل من المناطق الشمالية من قطاع غزة يأتون إلى هنا لالتقاط يعني قوت يومهم. إن حصلوا على شيء من هذه المساعدات يأكلون، وإن لم يحصلوا لا يستطيعون أن يوفروا وجبتهم اليومية في ظل التعطل الكامل عن العمل هنا. يعني أثار العدوان الإسرائيلي تظهر جلية من الناحية الاقتصادية والغذائية، وهذه ما خلفته الأزمة والمجاعة الإسرائيلية على المناطق الشمالية من قطاع غزة. محمد شاهين، الجزيرة مباشر.